احنا نريد ان نستفيد من كل شيء في المملكه العربيه السعوديه. نريد ان نعيش حياه طبيعيه، حياه تترجم ديننا السمح وعاداتنا وتقاليدنا الطيبه، ونتعايش مع العالم ونساهم في تنميه وطننا ووطن العالم. هذا بيوفر مبالغ ضخمه جدا لصندوق الاستثمارات العامه. سوف يساعد الصندوق أن يستهدف قطاعات كثيرة داخل السعودية وخارج السعودية. سوف يوجه هذا الكاش بنسبة لا تقل عن 50%، قد تصل إلى 70% في قطاعات جديدة داخل السعودية، تعدين ومحتوى محلي لوجيستكس. وبعد أن تغطي فرص داخل السعودية سوف توجه 50-30% الباقية خارج السعودية للقطاعات الواعدة اللي ممكن إحنا نكون فيها ليدينج بعد 10 سنوات من اليوم. نعمل على الحفاظ على شركاتنا الاستراتيجية مع شركائنا في المنطقة واللي هم أهم شركاء لنا، ابتداء بدول الخليج والدول العربية ودول الشرق الأوسط، كما أن نعمل على تعزيز تحالفاتنا مع شركائنا في أنحاء العالم، بالتحديد الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، أوروبا وغيرها من الدول. كذلك نعمل على صنع شركات جديدة مع الجميع. إذا نجحنا في الخمس سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر، وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. أيضاً هناك فرص خيالية جداً لصنع مستقبل أفضل بكثير مما عاشوه أسلافنا.